عبده العربي اللي سنه 60 سنة ما قالش عنده سكر وضغط ولا لأ، هو عدى من الكورونا بفضل الله، وعدى من نزيف المخ بفضل الله، وعنده آلام في صدره ومسمع في ظهره محتاجة رسم قلب طبعا لأن سنه 60 سنة، خاصة لو كان مريض سكر أو ضغط، وعنده تضخم في الكبد والطحال ممكن يبقوا حامدين جدا 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 وما لهمش أي قيمة. الكبد شوية دهون على الكبد لو وزنه زيادة شوية، الطحال يكون قديم اكتشف حديثا فمالوش قيمة زي ما انت فاهم. ده يا عبد يا عربي تكشف، ما ينفعش الرسالة دي انك تاخد نصائح بالبق كده، تروح تكشف وتشوف هيطلع ايه. انا جالي كورونا والله، وفهمت آية ما كنتش فاهمها خالص، كنت دايما اقراها وتعدي. يعني طبعا القرآن عدى 6000 آية، اتحدى حد فاهمهم، اتحدى ان فهمت 3 4 آيات تبقى كتر خيرك. اللي يتصدى القرآن يقول لك انا هقول لك تفسير القرآن، طبعا هذا صعب جدا جدا، وتفسيره بيتغير من زمن لزمن، فهمنا للقرآن بيتغير من وقت لوقت. الآية بتقول ايه؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كنت دايما أقف عندها، نعمة الله، طب ازاي لا أحصيها؟ لو كان ربنا قال وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها كنت فهمتها. أما جالي كورونا فهمتها. أول حاجة بتحصل في الكورونا تفقد حاسة الشم والتذوق، تاكل فراخ بتاكل كلينكس، تاكل لحمة بتاكل كلينكس، تاكل فول بتاكل كلينكس، تاكل أي حاجة ملهاش طعم كأنك بتاكل ورقة كلينكس فعلا. فوقفت عند تعدوا نعمة الله، نعمة التذوق لا تحصوها. دقت كم حاجة؟ احسب بقى من يوم ما اتولدت استطعمت كم حاجة لا تحصى، لا تحصى. شوف في اليوم الواحد ازقست لب وكلت فوله وحته شوكولاته ولحمه ده لا تحصى فعلا. نعمه البصر مش هي نعمه؟ قريت كم كتاب؟ شفت كم واحد؟ اتعرفت على كم حاجه بعينيك؟ اسال من فقد البصر عن نعمه البصر. نعمه السمع، والله فعلا لقيت الايه مظبوطة جدا. وإن تعدوا نعمة الله، إن كنت جدع تحصي نعمة واحدة، نعمة واحدة مش هتقدر.